لو الحكاية فيها إن فيتو أن يعبد، وقصة عمرو بن العاص عندما استقبل الرسول الخاص بسيدنا عمر بن الخطاب فرفض أن يفتح رسالة سيدنا عمر وشاغل الرسول حتى دخل مصر، وهو يعلم بذكائه أن عمر بن الخطاب أرسل له يقول إن دخلت مصر فامضي على بركة الله، وإن لم تدخل مصر فارجع، فلا حاجة لنا بقتال المقوقس وأهله، وكان لسان سيدنا عمر فعلا. ولكن عمرو بن العاص استوعب ده فدخل ولم يفتحها إلا بعد أن عبر الطور. خلينا نقول إن الصورة القوية جدا الفتية التي تركها سيدنا عمر بن الخطاب انتقلت بعد ذلك بشكل جديد مبتكر بتولي الخلافة، مختلف عن ما تركه رسول الله، مختلف عن ما تركه سيدنا أبو بكر. سيدنا عمر عمل مجلس شورى مصغر، اختار 6 من الصحابة، وحدد المعيار في الاختيار أنه من توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رضي عنه. الستة أوكلوا أمر 5 منهم إلى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من أول هي أخرج نفسه من الشورى، قال أنا بره الشورى، مش لا حاجة لي بيها، أخرج بره الشورى. وسعد بن أبي وقاص مال لعلي، والزبير مال لعلي، وأصبح في الطرف الآخر عثمان بن عفان. وبدأت المفاوضات بعدما لقوا أن الحكاية قد تنتهي 3-2. عبد الرحمن بن عوف استأذنه أن يقوم بعمل مداولة مع علي ليلة ومداولة مع عثمان ليلة، وقد كان سيدنا عبد الرحمن وصل لحاجة جديدة تانية ومتفق عليه مع أي ولاية، أن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله. فأضاف إليه شرطا ثالثا وهو العمل بسنة الشيخين، المهم سنة الشيخين أي أبي بكر وعمر. وبالفعل رفض الإمام علي أن يبايع على سنة الشيخين، لأنه قال أعمل بكتاب الله ورسوله وسنة رسوله وأجتهد كما اجتهد. وقبل سيدنا عثمان هذه البيعة بهذه الصيغة وتولى الحكم. وقبل الإمام علي، ومرت فترة 6-7 سنوات من عهد الخليفة بن أمية عثمان بن عفان، لم يحدث هناك ما نقول أنه شق لما تركه سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر. ولكن مع كبر عمر سيدنا عثمان وقد تولى في الباب هو 80 سنة ومات هو 64 سنة، حصل لين وتولية لبعض أقارب سيدنا عثمان. ومش عيب إن إحنا نقول، خلينا صراحة، إن في أمور هم بشر والكل يؤخذ منه ويرد، ده مبدأ لازم نتفق عليه، إلا رسول صاحب المقام هو الوحيد الذي لا يعني يؤخذ منه ولا يرد شيء. المهم بدأ سيدنا عثمان في تولية بعض من الأقارب. التولية جاءت على حساب مين؟ يعزل عمار ويولى عقبة بن أبي مالك، يعزل سيدنا سعد بن أبي وقاص ويولى عبد الله بن عامر، وتحدث ويعزل عمرو بن العاص ويولى محمد بن أبي الصبح، وكلهم من بني عمومته من بني أمية. سيدنا عمر كان ذكي قوي، قبل وهو في الثلاث أيام اللي يعني مرض بسبب الضربة التي أصيب بها، قال كلمتين لعلي، يا علي لا أرنك تحمل بني هاشم على رقاب الناس ولا أظنك فاعل، يعني ما تجيش لما تتولى تجيب بني هاشم ولاد عمك تركبهم على رقاب الناس، وانت مش هتعمل كده معايا. وبص لسيدنا عثمان وقال له ولا أراك تحمل أبناء بني أبي معاذ، تحديدا مش بني أمية، اللي هم الذي لم يؤمن منهم أحد تقريبا، على رقاب الناس وأخشى أن تفعل. قال ابن الله هو فاهم لين قلب سيدنا عثمان. سيدنا عثمان عمل حاجة مهمة جدا، قلبت عليه المدينة. كان هناك طريد لرسول الله، وكان هذا الطريد عم لعثمان بن عفان وهو الحكم. هذا الرجل طرده رسول الله بعد طول صبر، كان بيعمل حاجة غريبة، كان يمشي وراء رسول الله يتخلع في مشيته، يعني قلد رسول الله كده كنوع من الاستهزاء بمقامه الشريف، أو يقلده عندما يتكلم بغير إصدار صوت، أو يتسور عليه لينظر إليه هو وزوجاته. فأمر رسول الله بطرده من المدينة، فاستشفع فيه عثمان فرده رسول الله، فاستشفع عثمان عند أبي بكر أن يرده إلى المدينة، فرفض سيدنا أبو بكر وقال لا أرد طريدا لرسول الله، وطلب من سيدنا عمر فرفض وأغلظ له القول، وقال والله يا عثمان لو كلمتني فيه أخرى لضربت، لو كلمتني بلا بالذات لضربت. فعندما تولى عثمان أعاده الحكم، الحكم عندما أعاده أقطعه وميزه وولاه على المدينة، يعمل اتركه ثم العزل المتكرر للمهم
مجموعه من الولاء الذين تركهم عمر، فلم يمض العام التاسع ولم يبقى والي واحد من مولاه عمر الا واحد بس وهو معاويه، كان واليا على فلسطين فولاه على الشام. هنا بدا تحول استشهد عثمان بن عفان في كلمه معروفه، فتولى سيدنا علي بن ابي طالب بشكل مختلف تماما عن الاشكال الثلاثه الاولين، وهو شكل البيعه العامه التي اختلط فيها اهل الحل والعقد المهاجرين والانصار وغوغاء البلاد الذين جاءوا وحضروا هذه الفتنه وكانوا احد شركاء في قتل عثمان. فتولى الامام علي بعد ان قال لهم والله لا اتولاها في قعر بيتي، يعني مش تبيعوني في بيتي، اخرج الى المسجد فمن شاء بايع. هنا ديمقراطيه كامله. نخلص الكلام ده ان الاربع طرق التي تم توليه الخلفاء الاربعه عليهم مختلف. ثم عندما ضرب الامام علي في ليله 19 من رمضان عام 40 هجريه في مدينه الكوفه، هنا اوصى الى سيدنا الامام الحسن. رسول الله كان ليه كلمه، الخلافه بعدي 30 عاما. كان بايع ال 30 سنه دول 6 اشهر عشان يكملوا 30 سنه بالظبط. تولاهم الامام الحسن بالفعل، ثم دخل الامام الحسن، وهنا نقله مهمه جدا في تاريخ الاسلام السياسي الذي يبدا يفرق ما بين الاسلام السياسي الشيعي والاسلام السياسي السني، وهو تنازل الامام الحسن لمعاويه. عبر رجل صدمة كبيرة جدا لأصحابه، حتى أن البعض منهم قد سماه مزيد المسلمين، حتى أن البعض منهم قد تهجم عليه وضربه وأصابه، لأن الإمام الحسن عندما تولى بخلافة من والده وبرضا عموم أهل العراق، وكان يستعد بالفعل لقتال معاوية واستكمال ما بدأه والده الإمام علي. فعندما وجد في الناس فتور وخاف دهاء معاوية، ووجد ان الناس الذين كانوا مع ابيه اغلبهم قضى، يعني اغلب الاسماء ابو ايوب الانصاري وعمر بن ياسر وجندب الازدي والاسماء التي كانت تستطيع ان تحمل لواء الحرب ضد اهل الشام. وبالمناسبه الاعلام عمل دور مهم جدا في قتال اهل الشام واهل العراق. اهل العراق كانوا اهل فكر وسؤال والحاح وجدال واختلاف. في المقابل اهل الشام كانوا خمس قبائل اساسيين، كانوا كلهم يدينون بالسمع والطاعه. معاوية بن أبي سفيان بذكائه دخل قبل قتل عثمان بأربع أيام المدينة، ودخل على مجموعة من الصحابة يجلسون فقال لهم، وكان منهم سيدنا الزبير وسيدنا الإمام علي وسيدنا عمر بن ياسر وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وكانوا مجموعة من وجوه الصحابة، فنادى عليهم وسماهم واحد واحد وقال والله لا أجد صاحبي غدا مقتولا، يعني ما فيش بكرة رأي عثمان مقتول، والله لئن فعلتم لتكونن حربا لا يعرف فيها احد قبل من دبر، ما حدش يعرف فيها، وتكون فتنه عمياء. وراح مدور على اضعف واحد فيهم قبيله، هو سيدنا عمار بن ياسر انه مولى مش صاحب قبيله، يعني مش ابن عيله يعني. فقال له يا عمار ولا اجدك غدا تمسك بلحيه عثمان تضرب عنقه، يعني مفيش بكره كده شوفك انت اللي بتقتل عثمان. المهم ان عثمان بن عفان مر علي بن ابي طالب وجاء الإمام الحسن وتنازل بشروط أخل بها معاوية كلها. خلينا نقول بقى إن إحنا لازم نعمل خط أحمر ما بين فترة الخلفاء الراشدين الذين كانوا يجسدوا الإسلام حتى مع بعض.